السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس نقدم لكم نشرة جوية خاصة للمناطق والولايات المالية بتساقط الأمطار ليوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر مارس الفين وإثنين وعشرين إذن نبدأ بالفترة الصباحية أمطار مرتقبة على ولايات بجاية تيزي وزو بالإضافة إلى مناطق بومرداس الجزائر العاصمة بالإضافة إلى ولاية بازا تصل مناطق شلف ومستغانم ووهران أيضا أمطار على البوليدة لبويرابورج بوجبار رجو ولاية تصطيف أيضا مناطق الجلفة شمال المسيلة أيضا بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الغربية سيدي العباس ولاية سعيدة وصولا إلى ولاية العامة والمشرية أيضا أمطار في الفترة الصباحية مرتقبة على ولاية قسنطينة إن شاء الله خلال الفترة المسائية إلى الليل أمطار ستصل أيضا وتشمل مناطق سطيف برج بوعر رجال بويرة شمال المسيلة الجلفة بالإضافة إلى سكيكدا جيجل بجاية تيزي وتبقى تشمل بعض المناطق الغربية امطار على شكل زخات إذن غيث نافع لكل المناطق الجزائرية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته